من أهمية مبادرة حياة كريمة والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تساهم العديد من الشركات والجمعيات الخيرية على مستوى محافظات مصر، ومنها محافظة دمياط والتي تشتهر بصناعة الأثاث، تساهم من خلال توفير الأجهزة الكهربائية والأثاث والدعم المادي. احنا كان لنا سبق ان احنا نشارك بثلاث محافظات، محافظة أسوان أخدين فيها 3 قرى، محافظة الوادي الجديد أخدين 5 قرى، محافظة هنا أخدين قرية. المبادرة دي اللي بناخد الناس أو الحالات اللي هي أشد فقر أو اللي محتاجة، بناخد عبارة عن تأهيل منازل أو إعادة تأهيل المنازل من دهانات لأساس لدورات مياه. يتم تصنيع الأساس المنزلي وتجهيز العرائس للأسر الأشد احتياجا مع فرش المنزلي بكافة أنواع الأساس. احنا بنصنع، عملنا 30 اوضه نوم وان شاء الله طالعين بيهم الوادي الجديد ضمن مبادره السيد الرئيس حياه كريمه. وكمان احنا بنشارك في المبادره ببعض الاسقف الخشب وبعض المساعدات، كمان مثلا سراير، مراتب، اي حاجه بتخص جوه الفرش البيت احنا بنساعد بيها. حياه كريمه هي مبادره رئاسيه تهدف الى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الفقيره في الريف والمناطق العشوائية من خلال مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية والإنتاجية. تنمية المجتمعات تقوم في أساسها على تحركات الحكومة للقضاء على الفقر من خلال توفير حياة كريمة للأفراد، لكن لن تقوم التنمية بتحركات الحكومة فقط، بل يجب مساهمة كل أفراد المجتمع لما لها من عوائد على الجميع. منذر أبو دوح، النيل.